السلام عليكم. لما حبيت أعمل أول فيديو عن مراجعات الكتب، حبيت أختار حاجة مختلفة شوية، فاخترت سلسلة قصص مصورة اسمها جين الحافي عن دار نشر المحروسة، تأليف ورسم رسام الياباني ناكازاوا كيجي بترجمة دكتور ماهر شربيني. اللي بيميز المانجا اليابانية إن هي مختلفة تماما عن اللي أغلب الناس بيفكروا فيه. أغلب الناس فاكرة إن أنت لما تقرأ قصص المصورة اليابانية دي هتبقى كأنك بتقرأ لميكي وبطوط وسمير، أو بيقارنوها على الوجه التاني بالحاجات الأمريكية اللي هي بتاعت دي سي كوميكس ومارفلز، وبيفكروا فيها زي قصص سوبرمان وهالك باتمان. لكن الحقيقة إن في اختلاف كبير جدا ما بين الكوميكس الأمريكية والمانجا اليابانية اللي احنا هنسميهم من أول دلوقتي القصص المصورة الأمريكية واليابانية. الفرق ده زي بالظبط الفرق بين الحضارتين الأمريكية واليابانية. القصص المصورة الأمريكية بتدور دايما حوالين بطل مثالي كامل من حيث الوسامة والقوة والعمل بتاعه، ما بيبقاش فيه نقط الضعف البشري، ودايما البطل ده بيتواجه مع قوة غير طبيعية فوق عادية بتسبب له لحظة انهيار، وبعد لحظة الانهيار بتيجي لحظة البعث اللي هو بيقوم منها أقوى من مكان، وبيقدر يتغلب دايما على القوة الغير عادية الشريرة اللي واجهته. يعني هما بيعتمدوا دايما على تيمة واحدة اللي هي تيمة الخير والشر. والنقطة دي لو اتكلمنا عليها بشكل أكبر هتحس ان هو في الكوميكس الأمريكي والبطل الأمريكي بيطبق نفس فكرة الحلم الأمريكي، ان انت في أمريكا هتبقى الأقوى الأوسم، الناس بتتهافت عليك، بتكسب فلوس من غير حساب. أما القصص المصورة اليابانية اللي هم بيسموها مانجا بتبقى ما بينها فلسفة وحاجات اجتماعية خاصة بالمجتمع الياباني وكوميديا وأفكار وتقاليد وعادات يقدر الواحد يستفيد منها. والبطل الكامل الأقوى والأوسم في القصة المصورة الأمريكية بيقابله هنا بطل في القصص المصورة اليابانية غير كامل خالص، يعني ما بيبقاش هو أوسم واحد ولا أنجح ولا أقوى ولا أكتر واحد مثقف في القصة. يعني بيحسسك إن البطل ده زيه زيك، بينجح ساعات وبيخسر ساعات. العكس بقى في القصص المصورة اليابانية ما بتلاقيش تيمة الخير والشر بس هي اللي مسيطرة على الموضوع، بتلاقي إن فيها أفكار فلسفية، بتلاقي فيها أفكار اجتماعية خاصة بالمجتمع عاداته وتقاليده، بتلاقي فيها أفكار عن الحرب والسلام، بتلاقيهم بيتعاملوا مع الإنسان على إنه له جانبين، جانب خير وشر، مش شر مطلق أو خير مطلق زي القصص بتاعة الأطفال. جين الحافي سلسلة من 10 أجزاء، دول 5 منهم عبارة عن كم كبير جدا من الرسوم الممتعة والشيقة والسهلة والمريحة للعين بالتفاصيل المرسومة فيها للكاتب أو الرسام ناكازاوا كيجي. القصة بتبدأ قبل إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وبتمتد 8 سنوات بعد إلقاء القنبلة، بترصد التغيرات المجتمعية اللي حصلت في المجتمع الياباني في الفترة دي عن طريق جن الولد الصغير اللي فقد أبوه وأخته وأخوه في إلقاء القنبلة على هيروشيما. بترصد رحلة كفاحه في خلال 8 سنين دولت عشان يقدر يعيش هو وأمه وإخواته. تحس إنه بيمثل قصة الشعب الياباني نفسه في الولد جن، من انهياره مع إلقاء القنبلة وحتى صعوده بعد 8 سنوات وبداية الأمل في حياة أفضل. الحكاية بتوضح حاجات كانت خافية عن الواحد بخصوص الفترة دي. يعني اليابان ما كانتش الدولة المستكينة الهادية المسلمة، اليابان كانت غول في منطقة الشرق الأقصى، يعني كانت بتعمل مذابح كبيرة جدا في الصين، كانت بتاخد الكوريين تستخدمهم عندها وتشغلهم كعبيد. يعني لو كانت اليابان انتصرت في الحرب العالمية الثانية اعتقد ان هي كانت هتبقى اصعب من امريكا دلوقتي. النقطة الثانية الطيارين اللي كانوا بيضربوا بالطيارات بتاعتهم في سفن الاعداء ويدمروها، الفكرة اللي كانت متصدرة لينا على ان هما شهداء وانتحاريين واعلى مراكز البطولة، الفكرة كانت غير كده خالص. زي ما القصة بتقول، القصة بتقول ان الطيارين دول كانوا بيتهددوا باسرهم بفقد الشرف، بان بقية الاهالي والشعب هيبصوا لهم كناس فقدة للبطولة والاهلية والشرف، فده كان بيخليهم زائد ان هم بيربطوا الطيارين في المقاعد عشان ما يقدروش يهربوا، ويشيلوا الصواريخ والأسلحة من الطيارة، الوقود يبقى يكفي بس رحلة الذهاب. فدي كلها كانت أسباب بتؤدي للطيار في النهاية ان هو يؤدي المهمة بتاعته. برغم المأساة والحكاية المؤلمة اللي موجودة جدا في القصة، لكن هي بعكس زي ما قلنا القصص المصورة الأمريكية مش مجرد مركزة في تيم واحد بس، في هدف واحد بس للقصة، هنلاقي فيها ألم وسياسة وتاريخ وحب وبطولة، مش مجرد شيء واحد بس.
وده طبعا غير كمية الرسومات الفنية الهائلة اللي موجودة بين صفحات الكتب، وده بقى غير الترجمة اللطيفة العبقرية اللي عملها دكتور ماهر الشربيني اللي ممكن تخلي أي حد هو بيقراها يفهمها ويستمتع بدون أي مجهود. وبرشحها للقراية من أول سن 8 سنين وانت طالع، ويا رب تكون الحلقة عجبتك.